صوت ملائكي يستفز الذكريات ويأخذك برحلة حنينية إلى زمن الفن الجميل. ولدت الفنانة بسمة جبر في الكويت ونشأت في دمشق ضمن عائلة فنية تحب الموسيقى والشعر، وشاركت بالعديد من المهرجانات كمهرجان دمشق بنسخته 6 و7. تخرجت جبر عام 2007 من كلية هندسة العمارة في دمشق، وكان هذا التاريخ هو البداية الفعلية لمشوارها الاحترافي في عالم الفن الذي بدأته في سن مبكرة. بياعة الزنبق بساحة الميسات، اشتهرت بأدائها أغاني الأطفال، كما غنت بعدة برامج تلفزيونية ومسلسلات وأفلام كشارت مسلسل مطلوب رجالة. تشتاق إليك هذه الروح لك تشتاق. في عام 2014 وصلت إلى النمسا وتابعت مشوارها الفني عبر نشاطات عدة، كان أولها مع فرقة روح، حيث طرحت مع المؤلف الموسيقي عروة الصالح أغاني بألوان مختلفة ومزيج موسيقي يعكس ثقافات متنوعة، وانطلقت حفلاتها من النمسا لتشمل معظم الدول الأوروبية، منها مع الفنان علي أسعد في مؤسسة رواق في هولندا. واشتركت بأغنيتين في سي دي بعنوان نوافذ على الشرق الذي أصدرته أوركسترا كاميليون النمساوية. أصدرت بسمة جبر العديد من الأغاني الشخصية كأغنية في حال التي صورتها في فيينا عام 2015، ومؤخرا أصدرت أغنيتها الثانية بعنوان مليت. في حال ما مشي الحال